قدمت لابوها قلت له بدي اياها نتجوز، وعملت خيمة وتجوزت في خيمة. طبعا كل اللي طلع لنا بس خيمة، ولا عندي فرشة ولا عندي لا فرشات ولا سجاد ولا أي حاجة، بس خيمة صغيرة فيش فيها ولا حاجة، لا عفش ولا أي إشي. غزة غزة هناك جهزت شوكتي كلها هناك، يعني كل حاجة كنت مخلص، طقم نوم شطبتها من كل حاجة، فيش شي ضل، فيش شي ضل بالشوكة، يعني الحمد لله كنت مجهز كل حاجة، وكله راح طبعا، انضربت الدار والمربع كله انضرب، والحمد لله. الحمد لله فرحنا بس على قد طبعا، وما كان يعني ما قدرناش نحقق كل نفسنا فيه، ولا قدرنا نعمل أي إشي من اللي كان في بالنا، ولا تخطيطنا ولا أي حاجة. ألف مبارك يا عروسة، إن شاء الله عقبال أنت حبيبتي. ألف مبروك، إن شاء الله الفرح هناك. إن شاء الله. هي هذه الفرحة الكبيرة إن شاء الله.